اليوم بارك الله فيكم عندنا الإفطار الجماعي، طبعا المستفيدين وأسرهم مجموعة من رجالات وقامات الإعلام ورجال الأعمال والمسؤولين في الدولة إن شاء الله. إحنا جرت به العادة كل سنة إحنا نعمل الإفطار الجماعي هذا، يعني لتقوية التواصل بين المركز والأسر، وهذا يصب في صالح المستفيد إن شاء الله. السنة هذه إحنا استقطبنا مجموعة من الشباب إن شاء الله من الإعلاميين الجريدة اليوم، أو يعني ما أبغى يعني أعدد، بس إنه علشان الأخ عبد الرحمن هو اللي يعني معي اللقاء، فأقول جريدة اليوم، مجموعة من الإعلاميين، مجموعة من الصحفيين، مجموعة من المشاهير الأبطال السوشيال ميديا متواجدين في هذا الإفطار، الله يكتب أجرنا وأجرهم، نرحب فيكم إن شاء الله.